خير لجميع المتابعين معنا اليوم لنقدم ندوة إلكترونية أسبوعية جديدة من CFI وموقع تداول إلكتروني. كالعادة ينضم إلي مثل كل أسبوع كبير المحللين أستاذ مهند عريقات من الأردن. صباح الخير أستاذ مهند. صباح النور أستاذ ريم، أهلا وسهلا بحضرتك ومنرحب بجميع الموجودين معنا بهذه الندوة الإلكترونية. أهلا وسهلا. أهلا فيك أستاذ مهند. يعني عودة بعد عطلة نهاية أسبوع، تأتي هذه الأسبوع ببيانات حافلة وبيانات اقتصادية مهمة جدا، إن كانت على الاقتصاد في المنطقة الأمريكية أو على الاقتصاد في المنطقة الأوروبية وحتى بريطانيا وأيضا في آسيا. يعني بيانات مهمة جدا ننتظرها هذا الأسبوع. أستاذ مهند، أبدأ بالاقتصاد في الولايات المتحدة، حيث ظهرت العديد من البيانات خلال الأسبوع الماضي للولايات المتحدة، وهناك اختلافات في الرأي حيال تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلد أم لا. يعني من ناحية تقود الحكومة الأمريكية حروب اقتصادية وسياسية متعددة، إن كانت المفاوضات التجارية مع الصين والتي من المنتظر أن تؤثر نتائجها على الاقتصاد ليس فقط على الولايات المتحدة بينما أيضا على الاقتصاد العالمي ككل. يعني وفي حال عدم التوصل إلى هذه الاتفاقية، قد تقوم الولايات المتحدة برفع التعرفة الجمركية على الصين تصل إلى 25%، وبالطبع يعني المفاوضات المتوقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى ورفع التعريفات حول السيارات الأوروبية، هذه من ناحية أستاذ مهند. ومن ناحية أخرى كانت البيانات الاقتصادية طبعا بسبب الإخلاق الحكومي الذي استمر على مدة أشهر، فقد تأخر صدور الناتج المحلي المالي، ولكن عندما صدر كان رقم إيجابي ودفع الدولار في الارتفاع. طبعا ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة. يعني أستاذ مهند، هذه البيانات السياسية والاقتصادية المتفاوتة الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع طبعا تنتهي نهاية الأسبوع مع بيانات سوق العمالة في الولايات المتحدة التي ستؤكد لدينا ما إن كان الاقتصاد فعلا ينمو أو قد يكون هناك بدء لتباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة. حدثنا أكثر أستاذ مهند عن تداولات مؤشر الدولار الأمريكي طبعا فنيا وأيضا اقتصاديا، تفضل. طبعا أستاذ ريم، بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداؤه مقابل سلة من العملات الرئيسية واللي أهمها اليورو زي ما كلنا بنعرف، والتي تشكل مما يعادل 50% من قيمة هذه السلة من العملات. الدولار الأسبوع الماضي وجد دعم قوي جدا ووجد يعني دفعة معنوية من نمو الناتج المحلي برقم يفوق التوقعات، حيث سجل الربع الأخير من عام 2018 2.6% مقارنة أو بالمقابل كانت التوقعات أنها تكون 2.2%. طبعا الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 في الولايات المتحدة سجل 2.8%، وهذا هو الرقم المهم، لأنه لما نحكي النمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة لعام كامل 2.8% هو يعتبر الأعلى منذ عام تقريبا 2009. هذا هو السبب الرئيسي في أنه وجد الدولار دعم جيد، وشفنا كلياتنا بتداولات الخميس والجمعة كيف تمكن الدولار من تعويض جزء كبير من خسائره وبدأ انه يحقق ارتفاعات جيدة. حاليا الدولار زي ما احنا شايفين كإطار عام ما زال يتحرك ضمن المسار الأفقي الواضح جدا بين المستويات 97.5 وما بين المستويات اللي هي 95.2. طبعا فهذه المستويات التي تشكل مقاومة ودعم الحركة الأفقية التي يعني ما زال الدولار يتحرك ضمنها. لدينا رقم أو نقطة الارتكاز لهذه الحركة الأفقية عند 96.6، والتداولات الآن تتم يعني لحظة هذا الويبينار التداولات تتم بالقرب من هاي المستويات. هذا في إشارة على أنه الدولار يحظى بدعم ويعني مؤشرات وعوامل إيجابية تساعده على الاستقرار ضمن تلك الفترة أو ضمن تلك المساحة الأفقية. حاليا لاحظنا تصريح لترامب يوم أمس أو أول أمس عندما صرح وقال نحن نريد دولار
قوي ولكن دولار مفيد. يعني هذا التصريح الذي يعني أثار الاستغراب وأثار يعني علامات الاستفهام، يعني كيف تريد دولار قوي وبنفس الوقت مفيد؟ عندما نتحدث أنه دولار مفيد معناته هو يتمنى عدم رفع فائدة، يتمنى حدوث تراجع للدولار عشان يعزز قيمة الصادرات في الولايات المتحدة، وبنفس الوقت تريد دولار قوي، فيعني هاي عم تحمل علامات استفهام، وبصراحة يصعب تفسيرها. يعني كيف قوي ومفيد بنفس الوقت؟ ف يعني هذا كل ما يتعلق بحركة الدولار وتوقعاته للفترة القادمة. يعني استاذ مهند، للجي دي بي او الناتج المحلي الاجمالي يتضمن في طياته الامبورت ماينس اكسبورت، يعني ربما هو ترامب يقول انه يريد دولار قوي ولكن لا يريد رفع فائده، ربما لانه كما اشرت يتكلم عن الاستيراد والتصدير، فهو يريد ان يقوي هذه الناحيه من مؤشر الناتج المحلي الاجمالي. يعني اظن هذا، ما رايك؟ يعني اعتقد هو يلمح، يعني تلميح واضح كان للبنك المركزي الامريكي بعدم رفع الفائده او حتى مجرد التفكير برفع الفائده رغم المؤشرات والبيانات التي تدعم فكره رفع الفائده. يعني اعتقد هو يريده الاستقرار عند المستويات الحاليه، ربما هذا هو التفسير المنطقي حاليا. يعني كان الأسبوع الماضي هناك أنباء عن أن سيتم رفع أسعار فائدة مرة واحدة هذا العام، هل تظن أن هذا يتماشى مع تصريحات ترامب؟ يعني مرة واحدة هذا العام يعتبر مقبول نوعا ما، ما رأيك؟ لربما هو لا يريد حتى هذه المرة الواحدة، يعني حتى يريد استثناؤها من هذا العام تماما. يعني هذا يعني المقصود في كلامه، وهذا التحليل المنطقي عندما يقول نريد دولار قوي ولكن مفيد، فهو يريد حتى تجنب هذه المرة الواحدة. نعم واضح أستاذ مهند. تمام، ننتقل لنتكلم أكثر عن اليورو، يواصل بعض الشيء صعوده، يعني مستفيدا من مطلع هذه الجلسة وبعض التراجعات الضعيفة على الدولار. هناك بيانات في اقتصاد في ألمانيا أستاذ مهند صدرت الأسبوع الماضي، هي مؤشر أسعار المستهلكين أكبر اقتصاد، والتي جاءت بقراءة إيجابية أفضل بكثير من القراءة السابقة، أي نمو على مؤشر أسعار المستهلكين تقريبا 0.5% أو 0.5%، بينما كانت متراجعة كثيرا الشهر الأصلي أسبق. وهذا أيضا دعم القراءة السنوية لهذا المؤشر، مؤشر أسعار المستهلكين، ليس فقط في ألمانيا بينما أيضا في المنطقة الأوروبية ككل. يعني يشير الارتفاع المحدود للعملة الأوروبية حاليا، نتوقع أن يستمر بهذا النطاق الضيق، بالرغم من أن الدولار يحاول الارتفاع ولكنه أيضا يستقر بهذه القناة العرضية التي حضرتك أشرت عنها. ما رأيك تداولات اليورو هذا الأسبوع؟ لدينا بيانات مهمة حول الفائدة، أسعار الفائدة نهار الخميس من قبل البنك المركزي الأوروبي، طبعا يلي ذلك تصريح من ماريو دراغي رئيس البنك المركزي في أوروبا. هل تظن نبرة دراغي سوف تتسم بالإيجابية أم أن الفائدة ستبقى كما هي دون تغيير وستكون هناك إشارات أخرى من قبل دراغي؟ ما رأيك أستاذ مهند في تحركات اليورو خلال هذا الأسبوع؟ يعني بصراحة حركة اليورو أو العملة الموحدة للمنطقة الأوروبية تعاني حاليا وتراقب بكل حذر وبكل انتباه حالة عدم اليقين المتعلقة بطريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا العنصر يشكل حالة إرباك وحالة عدم وضوح وحالة عدم اليقين اتجاه ما يمكن أن يحصل لاقتصاد المنطقة الأوروبية، لأنه كلياتنا نعرف أنه بريطانيا تعتبر قوة اقتصادية عظمى مؤثرة في الاتحاد الأوروبي، فلذلك ما زال الحذر هو المسيطر على أداء العملة الموحدة. على العموم الارتفاعات اللي حضرتك ذكرتيها على اليورو هي ارتفاعات ما زالت تعتبر بدون نتائج إيجابية. السبب في ذلك انه عم نلاحظ انه اليورو ما زال تحت ضغط خط المقاومة الذي يسيطر على أداء اليورو بشكل واضح جدا، هي مستويات في كل مرة اليورو بيحاول يوصل عند هاي المستويات ولكن عم بيصير في عنا تراجع مرة جديدة.
حاليا هاي المقاومة محددة بالمستويات القريبة من 1.1430، لطالما اليورو تحت تلك المستويات فهو بالنسبة كمحلل هو ضعيف ويعتبر لصالح الاتجاه الهابط أكثر من أنه ممكن نوصفه بالإيجابية. لا بالعكس، لا يوجد إيجابية لغاية الآن. أي ارتفاع يحدث تحت المستويات 1.1430 هي ارتفاعات تصحيحية، لا يمكن أن نقول عن أنه اليورو دخل بالمنطقة الإيجابية، وخاصة زي ما احنا شايفين أنه الأسعار ما زالت دون متوسطاتها لآخر 50 و100 يوم، وزي ما احنا شايفين منطقة مقاومة قوية جدا حاليا يواجهها اليورو. نعم، يعني ربما الخميس سيكون هناك تحركات جوهرية على اليورو مهند، تظن بعد تثبيت الفائدة ربما دون تغيير، ولكن نبرة من قبل ماريو دراغي كيف ستكون يعني هذا الصيف، ربما مطلع الصيف قد يقوم بتغيير السياسة النقدية المتبعة في المنطقة الأوروبية، قد ننتظر نبرته لتحديد تداولات اليورو. يعني حتى الآن لحظة تسجيل هذا الويبينار عم نشهد تراجع واضح في اليورو حاليا، يعني اثناء هذا اللقاء، وعم بسجل يعني رقم منخفض جديد، يعني يعتبر الاقل خلينا نقول منذ تقريبا تاريخ 25/2. فبالتالي ما زال اليورو، هذا اللي احنا عم نحكيه وعم ننبه له، انه اليورو ما زال ضعيف، لا يمكن ان نثق باليورو لطالما هو تحت المستويات 1.1430. نعم، ايضا استاذ مهند طبعا كما اشرت ملف بريطانيا يعني يضغط سلبا، ربما اشارت تريزا مي لان هناك بعض التداولات الايجابيه على الباوند بانها تحاول تاجيل مؤقت للانسحاب للموعد النهائي المحدد ب 29 من مارس، يعني البيانات الاقتصادية، تحاول تريزا مي ربما دفع البيانات الاقتصادية بطريقة إيجابية. تريزا مي تحاول يعني أن تكسب من الاتحاد الأوروبي، ويعني وتعمل بعض التعديلات على طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي عشان تنقل هاي التعديلات للبرلمان عندها في بريطانيا وتقنع مجلس العموم بالموافقة على طريقة الخروج، ولكن على ما يبدو لغاية الآن لا يوجد أي خبر إيجابي يتعلق بهذا الموضوع. لا الاتحاد الأوروبي راضي يقدم أي تنازلات أو أي تعديلات على ما اتفق عليه سابقا، ولا البرلمان البريطاني لغاية الآن موافق على ما تم الاتفاق عليه. فلذلك زي ما تفضلت حضرتك، يعني تتجه الأمور لربما نحو التأزيم أو التأجيل. فلذلك عشان هيك احنا دائما يعني بقول اليورو ضعيف طالما تحت المستويات 1.1430، لانه لغايه الان ما في يعني مؤشرات واضحه كيف سيكون هذا الخروج، فيما لو سيكون بطريقه هارد او بطريقه سوفت، ولكن لغايه الان تتجه الامور انه يكون خروج بدون اتفاق. يعني هل تظن ان منطقة اليورو تتأثر اكثر من الباوند كعملة بهذه البيانات السياسية الغير واضحة مهند؟ طبعا بريطانيا دولة عظمى وتربطها مع دول الاتحاد الاوروبي شركات اقتصادية كبيرة جدا، حتى معظم الشركات الاستثمارية اصلا موجودة في شارع لندن المالي، فبالتأكيد تأثير راح يكون واضح جدا، وخاصة فيما يتعلق بالحدود مع إيرلندا والرسوم الجمركية التي راح تتأثر فيها، أيضا لا ننسى العمالة الموجودة في أوروبا، وكل هذه الأمور راح تنعكس بشكل سلبي على المنطقة الأوروبية. نعم، التضخم قد انخفض بالأسبوع الماضي بقراءته 1% في أوروبا، وأيضا معدلات البطالة تستمر عند 7.8% في المنطقة الأوروبية، يعني جميعها تدعينا يعني تقول لنا أن هناك تداولات سلبية، ولكن الباوند في طياته يرتفع ربما لهذه الأنباء، ينتظر أنباء ويرتفع الباوند، ليس يستمد ارتفاعاته من قبل بيانات اقتصادية على الإطلاق صراحة.
يعني لغاية الآن ما زال حالة عدم اليقين اتجاه سواء العملة الموحدة اليورو أو اتجاه عملة الباوند ما زالت هي المسيطرة، رغم زي ما تفضلتي ارتفاع الباوند في الأسبوع الماضي، ولكن كإطار عام الحركة تعتبر أفقية هي المسيطرة على أداء الباوند. نعم أستاذ مهند، نتكلم أكثر عن الذهب التي أكبر دوافع لتحركات الذهب هذا الأسبوع هي تحركات الدولار، يعني متلاصقة تماما هذا الأسبوع، خصوصا وأننا ننتظر بيانات الوظائف في الولايات المتحدة نهار الجمعة، طبعا بيانات البطالة منها عدد الوظائف المضافة في القطاع الغير الزراعي، وأيضا تقرير الساعة يعني مجمل الإيرادات في الساعة جميعها قد تأتي بقراءة وتؤثر على الدولار وطبعا تؤثر على الذهب في المقابل. هناك بعض التراجعات في جلسة الاثنين اليوم وسط يعني أنباء حول قرب حلول أو قرب الولايات المتحدة والصين للتوصل إلى اتفاق تجاري، هل تظن بأن تداولات الذهب ستستمر بهذه الطريقة المنخفضة؟ أذكر أستاذ مهند أن الأسبوع الماضي قد أشرت حضرتك بأن الذهب سيتداول بطريقة منخفضة في حال كسر مستويات 1321، وبالفعل يعني هذا ما حدث، وكانت تحليلاتك الفنية تصب في مطرحها، يعني نشكرك جزيلا على هذه التحليلات الدقيقة. ما هي توقعاتك لهذا الأسبوع لتداولات الذهب؟ تفضل. طبعا استاذ ريم، التوقعات يعني كانت مبنيه على اساس وسبب فني بحت حقيقه. كان واضح جدا النموذج السلبي اللي تشكل بتعاملات الفتره السابقه، وشرحنا عنها بالويبينار الماضي، وشرحنا عنها ايضا بالتقارير اليوميه اللي احنا بنبعتها للساده العملاء. هذا النموذج اللي هو اللي كان ايفنينج ستار، يعني كان واضح جدا انه الذهب صار عليه عمليات جني ارباح واسعه ويعني كبيره جدا. الذهب يعني تراجع بشكل قوي وسجل بنسبه 2.5% الاسبوع الماضي، وهو يعتبر اكبر تراجع اسبوعي منذ شهر 5 شهر مايو الى 2017. ايضا اللي ساعد على هذا التراجع اللي هو كسر المستويات ال 1302، فلذلك كل تلك العوامل فنيا كانت واضحه جدا، وكانت يعني الحمد لله كانت مقروءة ونقلناها للسادة العملاء. الآن الأسباب الأساسية لهذا التراجع إنه زي ما تفضلتي قبل شوي بكلامك، التفاؤل بخصوص حصول اتفاق تجاري عزز من مكاسب الأسهم، فبالتالي ما زال المستثمرون يراهنون على الأسهم على حساب الذهب. أيضا لا ننسى إنه ارتفاع الدولار والرقم الإيجابي لنمو الناتج المحلي أيضا شكل ضغط إضافي على حركة الذهب، فكل تلك العوامل الفنية والأساسية ساهمت في هذا التراجع اللي احنا شفناه، واللي يعني يتوقع له أن يستمر لطالما نحن تحت مستويات 1302 والتي كانت دعم، ولكن حاليا تحولت لمستويات مقاومة. حاليا لدينا دعم متوقع بالقرب من المستويات 1277، فلذلك الذهب حاليا هو قريب من الدعم 1277، وايضا لديه مقاومه عند 1302. بتوقع تداولات هذا الاسبوع لن تخرج عن هاي الارقام، او يعني ستكون قريبه جدا من هاي المستويات. نعم، وهناك بعض الأنباء عن أن الأرقام التجارية في الولايات المتحدة قد تأتي إيجابية، ربما هذا التحليل لسيد مهند الفني الذي يقول عنه قد يتوافق بعض الشيء مع تحليل البيانات الاقتصادية التي لم نراها في الآونة الأخيرة، يعني ربما هذا الأسبوع قد يكون هناك بعض التقارب بين التحليل الفني والبيانات الاقتصادية، لنأمل ذلك. والله استاذ ريم، تنص القاعده الفنيه انه the market action discount everything، يعني اي شيء يعني يؤثر او قد يؤثر على حركه سعر سلعه معينه لابد انه ينعكس تاثيرها على الشارت بشكل مباشر جدا وبشكل واضح. فلذلك يعني قراءه الشارت احيانا تغنيكي عن معرفه الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع أو انخفاض الأسعار.
نعم، وهذا يعني ما نشهده أستاذ مهند في الآونة الأخيرة، يعني تشارت يتكلم أكثر بكثير من هذه النزاعات التجارية والأرقام الاقتصادية. جميل أستاذ مهند. نعم يعني لو نرجع على شارت الذهب شوي، انه يعني كيف كان فنيا واضح انه احتمال يصير في عندنا تراجع، بس اساسيا ما كان في عندنا اسباب واضحه، يعني ما كانت ظاهره انه تخلي الناس تتوقع حصول تراجع في الاسعار. فلذلك دائما ننصح الناس انه لازم نتابع سلوك الاسعار، وبنفس الوقت نتابع ايش في اشياء مؤثره من اخبار او مؤشرات اقتصاديه وماليه قد تؤثر على تحرك الاسعار. ما يعني ما نهمل شيء ونركز على شيء اخر، يجب التركيز على جميع العوامل. نعم، ربما دمج الاثنين هو الامثل. نعم صحيح. نعم. طيب استاذ مهند، نتكلم اكثر عن مؤشرات الاسهم الامريكيه. يعني في ختام الجلسه نهار الجمعه كان هناك بعض الارتفاعات مدعومه بالتفاؤل، يعني مثل الذهب، التفاؤل حيال توصل لاتفاق مع الولايات المتحده والصين، قلصت من خسائرها جميع المؤشرات نهايه الاسبوع الماضي، وكان على داو جونز يعني اغلاقات بخسائر تقريبا منذ مطلع الاسبوع ونهايه الاسبوع طفيفه، يعني اقل من 0.1%. هل هذا الاسبوع تستمر هذه التداولات الايجابيه على مؤشرات الاسهم الامريكيه؟ تفضل. يعني بصراحه حتى في الويبينار الماضي ذكرنا ونبهنا عن اهميه المستويات المحصوره بين 26100 و 26300 كمستويات مقاومه مهمه جدا للداو جونز. وبالفعل داو جونز الاسبوع الماضي سجل ال 26240 كأعلى مستوى، ولاحظنا جميع تداولات الداون جونز الأسبوع الماضي جاءت أفقيا ضمن الشكل الفني اللي احنا شايفينه أمامنا على الشاشة. هذا النموذج الفني الذي هو أقرب إلى نموذج يسمى دايموند، لديه مقاومة مهمة عند 26150 زي ما احنا شايفين، ودعم مهم عند 25850. طبعا أستاذ ريم، من لازم من حق الساده المتابعين انه ننبههم لما نقول مستويات ال 25850 هي بالقرب من او رقم تقريبي، يعني قد يزيد او ينقص بعض الشيء بنقاط قليله. فلذلك نحن نتحدث دائما عن منطقه سعريه ولا نتكلم عن مستوى سعري محدد ثابت، اوكي؟ فلما نقول 26150 هي منطقه مقاومه، فهي ربما بلس ماينس او يعني العدد قليل من النقاط. فلذلك هاي الحركه الافقيه واضحه جدا ما بين مستوى 26150 كمقاومه و 28850 كمستويات دعم. ايضا لدينا رقم مهم فني على الداو جونز لازم نهتم فيه اللي هو 26020. هذا الرقم هو يعتبر نقطة ارتكاز ما بين الرقمين المهمين كدعم وكمقاومة. هاي الأرقام الثلاثة اللي احنا لازم نراقبها، طالما الأسعار فوق 26020 فالتداولات يعني تعتبر إيجابية، تحت 26020 تعتبر التداولات سلبية. ولكن كما أشرت ليست الأرقام فقط ولكن المنطقة السعرية بالإجمال على جميع يعني المؤشرات أو العملات يعني والسلع. نعم صحيح أستاذ ريم. نعم. طيب أستاذ مهند، يعني في الأجندة الاقتصادية هذا الأسبوع بيانات مهمة جدا ننتظرها كما أشرت في المنطقة الأوروبية وفي الولايات المتحدة. اليوم وغدا هناك بعض البيانات على الباوند حول القطاع الخدماتي والإنشائي في بريطانيا، وأيضا هناك خطاب لمارك كارني محافظ بنك إنجلترا غدا مساء عند 5:30. هذا قد يكون أمر مهم يجب متابعته لنرى نبرته حول تداولات الباوند وطبعا حيال موضوع أو ملف بريكزيت. الأربعاء ننتظر بيانات مهمة في كندا حول قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي، نتوقع أن تأتي دون تغيير. أيضا تبدأ البيانات في الولايات المتحدة تظهر نهار الأربعاء، تبدأ بالنون فارم أو تقرير أو تغيير في الوظائف القطاع الغير الزراعي، حيث نتوقع أن اقتصاد يضيف أقل من القراءة السابقة، يعني 190 ألف وظيفة بينما
عندما القراءة السابقة 213، ولكن هذه أرقام يعني ليست مؤكدة بعد، ولكن التوقعات تأتي بتراجع. يعني إذا سمحتي لي بالسؤال، يعني لما نقول 213,000 وظيفة الرقم السابق والرقم المتوقع حاليا 190,000، يعني هو صح متراجع ولكن لا يشكل قلق أو لا يشكل سلبية واضحة، يعني لا يشكل تراجع كبير أو تراجع حاد في نمو الوظائف. نعم، يعني مشاركين هذا الرأي أو نعم، الكلام الذي تقوله صحيح، ولكن ربما قد يعطينا مثل انطباع حول الأرقام، لأن نهاية الأسبوع سوف تصدر القراءة الرسمية للـ ADP Non-Farm، يعني هذه الأولية الأربعاء تعطينا مثل إشارة حول القرار نهار الجمعة. أشكرك على التوضيح، شكرا. لا بالعكس، شكرا لك أستاذ مهند. نهار الخميس على أوروبا، يعني الأربعاء فائدة على الكندي، الخميس الفائدة على اليورو. أستاذ مهند أيضا نتوقع أن تأتي دون تغيير يعني نسبة الإقراض وأيضا قرار الفائدة، وهناك مؤتمر صحفي لماريو دراجي طبعا يلي بيانات الفائدة، وأيضا بالولايات المتحدة هناك معدلات شكاوي البطالة أو يعني الذين يتقدموا لطلبات إعانة بطالة نتوقع أن تأتي دون تغيير، ارتفع في الآونة الأخيرة ولكن حاليا نتوقع أن يأتي دون تغيير. ولكي نصل إلى نهار الجمعة وبيانات مهمة جدا على الدولار كما نرى، ومتعددة منها متوسط الأجور في الساعة، حيث هذا يشكل يعني تداولات مهمة على الدولار في حال كان إيجابي، كما نرى هنا أنه 3.3% من 3.2. أيضا تقرير التوظيف بالقطاع الخاص، قد يكون هناك بعض التراجع، ولكن كما أشرت أستاذ مهند يعني ربما يجب أن نحذر هنا في التداولات لأنه يتناقض مع معدلات البطالة التي نتوقع أن تتراجع. ربما هذا كما حدث في الشهر الماضي سيد مهند، كان هناك معدلات بطالة مرتفعة ولكن تقرير وظائف القطاع الخاص إيجابي جدا في قراءته الشهر الماضي، وجاء ليعطي بعض التعديل على مؤشر الدولار، يعني ارتفع قليلا ولكنه عاد وانخفض بسبب معدلات البطالة. ربما قد تكون هذه استراتيجية نفسها هذا الأسبوع، لأن هناك تفاوت بين معدلات البطالة وبين تقرير الوظائف في القطاع الخاص. أيضا يعني هذه أبرز البيانات التي ننتظرها. ما رأيك سيد مهند بهذه البيانات نهاية الأسبوع؟ يعني بصراحة زي ما تفضلتي، في أرقام إيجابية وفي أرقام تعتبر سلبية، هذا الشيء بيخليني أتوقع أنه راح يكون عندنا حركة سريعة غير واضحة المعالم بتداولات يوم الجمعة، وهذا الشيء بيخليني يعني أوجه نصيحة للسادة العملاء أو المتداولين بشكل عام، إنه تكون تداولاتهم بطيئة، وحتى يفضل الابتعاد عن التداول بهذا النهار يوم الجمعة، لأنه ما بنعرف كيف راح يكون التأثير على حركة الأسعار. زي ما أنت تفضلتي، ما في وضوح، ما في مؤشرات بتعطيكي انطباع واضح نحو الإيجابية أو نحو السلبية، هذا الشيء رح يخلي فيه تذبذب بالأسعار صعودا وهبوطا، فبالتالي ممكن يشكل إرباك لتعاملات المتداولين، وهذا اللي أنا بنصح فيه الناس إنهم ينتبهوا جدا بتعاملات يوم الجمعة القادم. نعم، شكرا على هذه النصيحة الجوهرية سيد مهند. طبعا أيضا نحن نبقى على تواصل مع جميع المتابعين يوميا حضرتك من خلال التحليل الفني اليومي عند افتتاح الأسواق الأوروبية، وطبعا الأجندة الاقتصادية اليومية، وأدعو جميع المتابعين أن يراسلونا في حال كان لديهم أي استفسار، وأن يتابعونا كل اثنين بهذه الويبينار المباشر يعني، وقراءة الأسعار وقراءة للأسبوع التي تعتبر طبعا إشارة واضحة لتداولات بداية الأسبوع. كبير المحللين سيد مهند عرايقات من الأردن، أشكرك لهذه التغطية الرائعة والجميلة وأيضا المفيدة. كلمة أخيرة لك تفضل. يعني بحب أشكرك وأشكر السادة اللي كانوا معانا بهذا الويبينار الصباحي، ودائما يعني بنوعدهم أنه إحنا دائما نكون على آخر التطورات وآخر التحديثات اللي عم بيصير في الأسواق. بتمنى انه اي حد عنده اي استفسار اي سؤال يتوجه لنا بالسؤال، واحنا ان شاء الله رح نكون قادرين على الاجابه على اي استفسارات.
نعم، شكرا، كان معي كبير المحللين مهند عريقات من الأردن، نلقاك الأسبوع القادم.